وعلي الكويت معروفة من أول ما شاء الله بهالمزارع اللي على ساحل البحر، القرى ها على الجهرة على فيلته. نعم نعم ما شاء الله مزارع فيها خير. الزراعة الأولية صاجة ومحمد بهالقرى يسمونه معدي، حتى أهلها يسمونه القوية. إيه؟ لا هم من البادي ولا هم من الحضر، لأن بالقرى ساكنين يسمونها إيه؟ القوية. أهل القصور ساكنين، أهل القصور، أهل القصور، وأهل القصور بعد نفس السالفة كذي. وبعدين شنو يعني ما شاء الله نشوف مزارعهم تقريبا اللي على الساحل ينوب كلهم يم بعض، قريبين يم بعض. إذا عندك الفنطاس وعندك المنقف وعندك بوحليفة، كلهم ذيلا كلهم يم بعض ما شاء الله، يعني واحدة من الثانية، وشعيبة وفنيطيسة كلهم يعني واحدة من الثانية القرى هذيلا. يعني حتى لما ايش اسمه لما يودون بضاعتهم يبونها الكويت يبيعونها كلهم تقريبا يعني واحد ياخذ من ثانيهم نازل الكويت اقرب من اليهرة. قبل كانوا يبون عزك الله على الجسم على الدواب وهذا بعدين لا قاموا يبون بالسيارات عقب اللواري والسيارات وهذا قاموا يبون بالسيارات وكان اسرع لهم بس مو مثل طريقنا الحين ان الطريق مقير وهذا لا طريق كله طريق بر يمشون يقطعون قطوع تمت مده وحنا لحقنا عليها ما شاء الله كانوا اهل الكويت يكشتون وعلي لا انسى حتى اماكن زراعه ما تعتبر قرى الحولي والعداليه بالحنطه حولي والله حولي اذكرها اسمها كلها يعني من المنطقه هذه كلها ما شاء الله وعندك قبل حتى المناطق الثانيه المجاوره حقها بعد فيها زراعه وحتى ربيع حمد بعد غير زراعه ربيعها حلو ذاك الوقت صيدون طيور اي نعم ربيعها حلو انا اشوف فعلا والله انا اذكرها فيها مزروعات وفيها الاثل فيها السدر الموجود كله ما شاء الله بالمناطق هذه بس عاد القرى اللي هناك يعني متخصصين عدل فيها ما شاء الله لما تشوف عندنا الطماط وتشوف الغويد وتشوف الجسمه البقوليات الثانيه ما شاء الله يعني من كل صوب فيها ايش بنت وكزبور ايش بنت ها شبنت وتشوف القلبان كباب مثل القلبان الحين تشوف الجليب الواحد اللي تقريبا الطي ماله عود يكون موجود والمضخه مالته والبرشه اللي يخزنون فيها الماء وتطلع اول يسقون بالسواني بالسواني اي بالغرب بالسواني هذه السواني طبعا هي حشاكي بها دابه يعني بقره ولا شو اسمه ولا حصان ولا بعير ولا شغله اي ولا بعير هذا الجسم هذا بالسواني بس عقب ما طلعت المكاين لا ريحتهم وايد يعني السواني هم بعد يبي لها عباله وياهم بس المكاين لا شقلها وخلها هم طبعا مزارعهم يقابلونها بنفسهم عندهم حق السكن الكبار الكبر الكبر يكون حق السكن عندك يعني موجود عباره هو صيف وشتاء لان عندي هذا بس ما يقعدوا فيه بالصيف وايد بالصيف كله بغا بس بالشتاء يعني حتى طباخهم هذا تراكم نفس الكبار كان صار الكبر عود هو حق الطباخ وحق نومهم كل شيء بهذا الاسم هذا دار عود وبعدين حتى ترى يستغلون السعف يستغلون الاغصان الشير اللي فيه مثل اثل ما اثل يبنون فيه ويسقفون كله من هذا من الاغصان موجوده المنطقه اي نعم وفي بعد ايضا الدواب عندهم اقول الدبش دبش موجوده عندهم هناك ويستغلون يستفيدون عزك الله من سمادها سماد الدبش الموجوده هناك كله يستفيدون منه وحتى حق المزارع الثاني يتبادلون خبراتهم وزراعتهم وهذا قبل اطلع علي يعني اذا سالت احد قال وين فلان؟ قال لك حدر الديره حدر يعني اي حدر الديره من وين يعني نزل من غير ذاك الصب وهو نازل للديره حادر اي حادر حاضرين الديره اي والله يعني هذه بروح الكلمه تسوى دالها اي نعم اي نعم انه ديرتنا عوده ما شاء الله ما شاء الله يعني صدق سبحان الله بعدين جت اللواري والوانيتات
جات اللواغي وجات المكاين اللي ريحتهم وايد إيه. مكاين الديزل هذه اللي تشوفها الماكينه من هناك وقايش طويل للجليب والمضخه يا حلو هو يمشي اي ويقلب كذي يعني جسمه معلي والقوطي اللي فوق الكزوز اي القوطي هذا هذا يا حلو يا حلو صوته انا سارس منهم اذا مزرعتين زين واشتغل الصوت هذا الله. تشوف يعني واحد جاوب الثاني وهذا سلام الله القوطي يحطونه متعمدين لأن مزارع كبار وبعيدة والفلاح هذا اللي قاعد يصغر وهذا ما يكون يم الجليب أو يم هذا إذا طفت الماكينة ما يدري يكون يعني قاعد يسقي وها طفت ماكينة عليه ضيعت نص شغلة شرب الماي قبل لا توصل للشرب البعيدة الشرب البعيد إذا ما يصير ماي مستمر جاري زين إيه شو اسمه يوقف الماي عنه تعال مرة ثانية عشان كذي يحطون الصوت هذا القوطي بس علشان يطلع هذا طقته طق طق ويستخبر ان طفت الماكينه انقطع الصوت عنه يستخبر انقطع الصوت عشان يلحق ويشغلها ويكمل باقي الشروب وعلي كان الجراد اذيهم الجراد شلون يكافحونه ليه صار شو اسمه حق الجراد قبل عندك بالقواطي وعندك بيشبون الضوء ويشبون هذا وحتى بالخراجين ساعات يستخدمون خراجين مثل المكش يطردونها بس ما يلحقون الجراد سبحان الله اذا ياه ما يلحقون وحقول لك احفر بعد حتى ساعات حق الجراد يطيح فيها مسيان وهذا بس اذا ياك هو والدبه ما يلحقون عليه يغلبهم مزارع فيلتشا ما شاء الله انا اذكر ما شاء الله الجزر مالهم اللي لونه حمراء ما بنفسجي هذا اللي اكلته ما شاء الله عليه تعرف ومولي يعني تستانس منه وبعدين مو تقول صغار لا الجزر يعني الكبير سبحان الله اللي تاكل منه ويسوي قبل ما اسوي سلطه وايد فيه بس كذي نقرض فيه اكل يبي لو المرخات المره تبي تسوي حلها ومياههم يمكن مو بعيده وايد اي هناك الجبان عندهم مو مثل هني قير يعني هذا وحتى قبل اني مزارعهم ما يسمونه مثل يسمون مزارع كله بقشه كله بقش البقشه هذه اذا عنده مزرعة حق اي اي هذا ما يسمونه مزارع كله بقش بقشه النخل يسمون النخل ولا القيعان قاع بعد عندهم زراعه الحنطه على المطر زراعه الحنطه والمنتجات اللي يعني فيلتشا عندها اكتفاء ذاتي بالنسبه حق شغلها لانه مو على طول يعني المراكب رايحه وياها البال العبريه ومال هذا عندهم اكتفاء ذاتي يعني بالخضره ما خضره مكتفين فيها ارضهم خصبه ما تشوف الحين صار مطر الوسم اي احسن ربيع فيها يطلع لان ما تنداس ما في سيارات ما في شيء تنداس وتربتهم حلوه حق الزراعه اقول علي بالنسبه حق الكشتات قبل نستانس احنا كشتنا هناك وندور المنطقه اللي فيها اثل يم بعض ليش وندور لنا ساعات نشوف القصن المايل عشان نحط دورفتنا عليه نسوي الدورفه حسب حساب الخيشه والحبل من البيت يبينا ويانا زين عشان نسوي الدورفه هذا غداهم طبعاً يودونه وياهم غدا إيه ما غدا ما في حاطين في الزبيل وملوت بالخياش
خيشه فوق خيشه خيشه فوق خيشه الله. اذا عندك يعني عباره ويا جدر مرق بعد وياه وعندك هذا ما عندك ترى هذا سوى المرقوق يردون فيه حار يردون فيه حار اي من هالزبيل والخياش اللي مغطي فيها وساعات ما ترد في شيء يعني تعطي الذيل اللي بالغرب تعطيهم هذا اللي المزارع هذا هم ياكلون يستفيدون من الباجي وش يروحون فيه مجموعات طبعا هو شوف اكثرهم ساعات البعرام يجمعون يجمعون ويروحون فيه بس كشتاتهم الاوليه اللي داخل الديره لا هذه يروحون لها مشي يعني قبل اصير غرب هذا في كشتات داخل الديره هذا وحتى الحريم يروحون لها مشي شنو ابو علي اللي كانوا يبيعون الباع المتجولين يبيعون هناك حق الناس الباع المتجولين قبل اول ما طلعت يعني المرطبات وطلعت السوالف هذه قاموا يبيعون كل المرطبات اللي الحاليه الموجوده واللي راحت كلها بسيارات تدور بذيك المناطق ويقولون كبه عربانه بعد كبه عربانه صب فيلتشا يمكن ما شفناها صب المنقف صب منقف انا ما اذكر شفتها الا كان يقولون والله موجوده انا ما شفتها انا كبه عربانه هناك بس اللي شفت سيارات وشفت الذيله مال المرطبات مال هذه كثره كانت موجوده ما شاء الله.